ظني ضائقتكم، وأتمنى لهذا الوطن في كافة الاتجاهات والمهمة المنتظرة كبيرة في هذا المساء وإنما في كل مكان في المملكة السعودية، مشاهد متابع في كل السعودية وطن. وكما ذكرت انتقل من نعم مباراة قمة نيمار وسيرتسافيتش وسالم الدوسري وروبن جدا يتقدمهم الأفعل، ذلك متروفيتش الذي يبدو في الصورة هو آخر الأسماء التي الضيف يتحسن ويعلم كذلك بأن ديربي له حساباته الخاصة. والكرة من ياغو مميز بالفعل منذ قدوم خطير عند هاتريك في الدوري، يتحدث عن مالكوم لكن انطلاقة جميلة تلعب بها لا زالت خطيرة للهلال. جميلة سعود عبد الحميد العرضية الخطيرة في ال 18، جمهور نادي روما كان قد ذهب إلى الماسكو ونيمار كان مع برشلونة وكران لنادي الاتحاد الذي بالفعل يقدم مباراة كبيرة في هذه القمة في هذا الدرب. ممتازة وأرسلها إلى سعود عبد الله خطير. كراسكو خطير الآن، المحاولة والتسديدة القوية البلجيكي الوالد الآن يأتي طبعا ويعطي الإضافة، وتذكرون هدفه في مرمى كانت عنده تجربة بالمناسبة في الصين، بعد ذلك عاد إلى أجواء الليغا من بوابة بدون أهداف بفرص ليست بالكثيرة بكرة من أجانب نيمار، كرة تلعب للأمام إلى مالكوم بالحنيني والله حلوة ولا يشعرك بالحنين لتياغو نيفيز أيها الهلالي، لكن مرور جميل عود عبد الحميد في المكان الخطير، فرصة للأمام وصلت إلى هتان هذا ديالو ممكن يسدد الله عادل الشباب إطلاقا لم يأتي لأن يركن ويكون مدافعا. الشباب عند هدفين في نفس المباراة، مباراة الحزم التي انفرى لا زالت من جانب بالفعل مدافع جيد اللي هو رومان لا ترتكب الأخطاء في هذه ما سجل نيمار لما يكون في يوم يوديك على قولة اخوانا. الخطأ موجود نيمار، سان جيرمان وصلت إلى 742 يوم، يا المخرج يعرف ما أقول. كان الآن كرة تلعب عالية وللأمام وبالرأس تبعد صارم للغاية. ما الذي حدث هنا بالنسبة هذه الكرة طبعا، ما الذي حدث بعد ذلك عالية. هذا هو شعار الهلال، هذه انطلاقة الآن في هذا المكان سعود عبد لرومان سايس، كانت أنه لن يلعب مباراة اليوم لأنه يوم في كرة القدم، لكن أتحدث عن ريبيلينو ربما نعم، ولدينا حالة تسلل نعم. والاثنين هذه خطيرة، كرة جميلة ونيمار يسدد الله إلى ضربة ركنية، هذه التمريرة اللي كانت، وهنا بعد ذلك نيمار وهنا المدافع، هذه لعبة طبعا نيمار وأبعدها بعد ذلك المدافع أعتقد أنه رومان سايس نعم عن متروفيتش الذي تمرد انتقل للهلال، جاء للهلال صفقة مدوية لا شك في ذلك. هذه لعبة تلعب عالية وخطيرة والحارس صارت إلى نيمار، الهلال يستحوذ أكثر والكرة تلعب بصورة جميلة وسالم الدوسري كراسكو الآن هذا أبانيجا نعم الكرة جميلة الله سكور مباراة كبيرة وهذه كرة تلعب للأمام وحارس المرمى إبعاد الكرة المار يتحمل عبء كبير والتسديد الكوري يتحملان عبا كبيرا مع طبعا لاعبي خط الوسط الآن طبعا الكل يتراجع ونفس اللاعب ليهتان باهبري مرور في الأولى أمام البلاهي العرضية سافيتش بالصورة التي شاهدتها عندما كان يصول ويجول في الكالتشو الإيطالي مع لاتيو، محاولة أرسلها عالية وللأمام الله العرضي هناك ضرب الجزاء وألقى الإنذار لو تذكرون هذه اللعبة الخطيرة السعودية التعادل بدون أهداف الثالث في زمن الاحتراف كرة جميلة الله ياسر سافيتش في الكرة الماضية وضربة حيث تريد هذا هو شوف هذا هذه ألعابه هذه انفراداته والتأكد من ضربة الجزاء والهلال له 11 والأولى ونيمار كوري نيمار يتقدم ويضيع وحارس نيمار سددها
والكورس مرمى كبير. الله على الطيران احبتي والعشاقي. نعم هذه ضربة الجزاء ويده اليمنى كانت في الأرض، يده اليسكرى وأبعدها وتابعها وضاعت ضربة في مكان. الآن عندك لاعب، عندك لاعب سريع ومراوغ ويعرف طريق للأمام إلى نيمار. مر في الأولى ممتازة، نعم من أمام ضربة الجزاء، لكن سالم الدوسري الآن إلى الشهراني، العرضية وين؟ للأمام، إبعاد. عندنا ضربة ركلية، عندنا ضربة ركلية حول العالم والرقم يكبر بالمناسبة. الكرة من ضربة ركلية تلعب وبالرأس لمست الشباك، هي لامست الشباك بالفعل ولكن لامست الشباك من الأعلى واستقرت من ضربة ركلية ارتقاء عالي بهذه الصورة. كان ربما بعد أسابيع سيقولون هناك كمية بالفعل كراسكو عالية منه وتبع برازيليا على راقص السامبا الذي رقص في الكرة الخطيرة بهذه الصورة. وبعد ذلك هيا بركنية نيمار حتى الآن بدايتها كانت في مباراة الريال بقيمة الهلال، فعليك أن تعود وأن تقدم الأفضل. كرة من ضربة ركنية كوليبالي تلعب بهذه الصورة وتعود والتسديدة خطيرة وفرصة وتنحط الزمن لص ظريف من هتان باهبري في وسط الملعب. حسين القحطاني الله على الشباب ونقلات. الوفرة أكثر، الوفرة أكثر، الوفرة أكثر للاعبي نادي قميصين فقط باللون حملي ثجيل. الشوط الأفضل له في الدوري حتى الآن، والكرة من هتان باهبري والكرة عند ياسين بونو الحين يلعب لنادي كبير وعنده كرة للأمام إلى ديالو فالكرة الماضية لك. الله الله على التصدي الماضي، لكن الشباب يبدأ الشوط الثاني والتسديدة من جانب. الكرة كإيطالي يسددها كألماني وإيطالي الآن إلى مالكوم. نقلت 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 للأمام خطيرة للهلال لك على نيمار. التسلل يحضر في الكرة. التعادل بالنسبة للشباب في مباراة اليوم، لكن قبل ذلك قبل أبري نقلة جميلة عالية وللأمام. الله على الاستقبال، الله بلا خسارة وثاني بطل في الموسم 2012 للمحترفين اللي فاز أول بطلين لدوري المحترفين السعودي. خطيرة فرصة للأمام، الله وجود للتسلل في الكرة الماضية والعرضية كانت خطيرة وبعد ذلك كان، لكن أقرب المدافع حولها إلى ضربة ركنية. عندك ضجيج هادر، صوت صوت صوت، الركنية لعبت عرضية وخطير. الله اليوم كرة جميلة، هذه جميلة كانت محتاجة ليست إلى قوة في الكرة الماضية. كراسكو، كراسكو في هذا المكان الذي يراوغ فيه ويسدد إلى ضربة مرمى. جاء لنا بقطعة من قطع الحلوى البلجيكية وما أشهاها وما أجملها وما أروع مذاق. نعم بهذه الصورة الجميلة القوية لوسري، البحث عن هدف، البحث عن هدف، البحث عن هدف. الكرة تلعب للأمام والكرة إلى أن تكون إلى ضربة مرمى في الكرة الماضية. هذه اللعبة يقولهم شيلوا اسم، شيلوا كلمة المؤقت، وهذه خطيرة للأمام إلى سالم، سالم سالم حكم المباراة. هذا هو الهلال في حالة هجوم في هذه اللحظات. تسديدة قوية أخذها، تقدم وكانت عنده لعبة سقط أرضا اللي هو فواز سكور. وتابعكم مالكم مالكم لسعود عبد الحميد عالية وللبربانيقة جميلة ملعوبة لكراسكو، وكراسكو العرضية رور فواز سكور وهذه ليانك سددها اليوم. ولا تترك بابك في كل لحظة، ولذلك هو ندمان، هو زعلان. آخر خسارة، ثمان خسائر فقط، هذه خطيرة. وفهد المولد والكرة في هذا المكان ووصلت إلى نيمار والتسديدة القوية والمحاولة مستمرة والهاب يلغى، هدف يلغى. نعم 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 على متروفيتش القرار سليم وفيها نيمار يتقدم للأمام. الله الله ميشيل، وكان ممكن ميشيل أول كرة أول استلام. هو الهلال طبعا بعد رحيل رغم أهمية خطيرة خطيرة. الله 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 وسبت بعد ذلك أهداها إلى نيمار. الهلال ضربة ركنية لعبت بهذه الصورة مباراة وأين تستقر الكرة والضربة الركنية العالية الآن. الله عميقا، هناك دائما من يفسح للنور طريقا. يا هلال
كوليبالي جميع عينك 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 على هذا ما في حد وقفه تقرب في الشباك حيث هناك طريقا عند جمهور الهلالي ارتقى عاليا نعود للمغرب لدي حلم لدي حلم هذه كرة وهذا سعود عبد الحميد وفرصة لازلنا في الجولة الثامنة فقط في دوري في دوري من بكرة الله 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 ما لي جنون الهلال آخر سحر هذا في الكرة الماء شيء من سحرة شيء من سحرة هذه الأولى هذه الثانية متروفيتش هذا اسمه ووظيفته مدمر عليه أن يبدأ هجمة من مساء